انهال جماهير ليفربول في مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات السخرية والضحك على البرازيلي فيليب كوتينيو ولاعب نادي برشلونة عقب خروج النادي الكتالوني من ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام روما الإيطالية. وتعرض النجم البرازيلي لسخرية كبيرة بعد إصراره على مغادرة ليفربول في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، وذلك من أجل أن ينافس على الألقاب مع البلوغرانا، إلا أن العكس هو ما حدث تماما، حيث ودع برشلونة المسابقة الأوروبية بينما تأهل الريدز إلى المربع الذهبي بعد فوزه على مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف. وسخر مشجع ليفربول من فيليب كوتينيو، حيث قال أحدهم: كوتينيو ترك صلاح للعب مع ميسي، وأكبر انحدار في التاريخ. وسخر أحدهم بنشر صورة احتفال لاعبي ليفربول بالهدف الثاني ضد مانشستر سيتي بالقول: يبحثون عن كوتينيو في نصف النهائي. وأضاف أحد المشجعين: عندما يعتقد كوتينيو أنه غادر ليفربول في اتجاه برشلونة للفوز بدوري الأبطال، وانتهى به الأمر إلى الخروج من ربع النهائي. وكتب مشجع آخر: كوتينيو يعود إلى ميلود للحصول على ميدالية دوري أبطال أوروبا. يذكر أن فيليب كوتينيو لم يتمكن من المشاركة مع نادي برشلونة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وذلك بسبب مشاركته رفقة ليفربول في دوري المجموعات. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.